تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية اللي بالإعلانات ما أدري كم استوت الحين، قبل كانت ساعة الحين ما أدري بعد الإعلانات كم استوت الله العالم. لكن رحب بفريق العمل معنا في التنسيق إسراء الهاشمي، وعندنا في الإعداد حسني البلاونة، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. سؤال حلقتنا وأرقام التواصل بتخبركم عنها دكتورة ندى. صباح الله بالخير. يا صباح الورد ويا صباح الجمال، يا صباح الأحد اللي يحبه كل أحد. ما شاء الله وصلنا رابع يوم من أيام رمضان الكريم، ما شاء الله رمضان يطير طيران على قولة أمي. أذكركم أول شيء بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. وحين أخبركم مسابقتنا، تعال مثل ما تعرفون كل يوم عندنا سؤال المسابقة الرمضانية. سؤالنا اليوم يقول: قناة تتلقى شكاوي واستفسارات المتعاملين من المرضى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية بدبي، شو اسم هالقناة؟ رقم 1 نظام اسأل دبي الإلكتروني، رقم 2 قناة وصل صوتك، أو رقم 3 نظام سلام الإلكتروني، على 4006 مع اسماءكم الثلاثية. إذن الفائز معانا بيكون عندنا 2 فائزين إن شاء الله. الأول بيفوز ب 500 درهم كاش والثاني بيفوز معانا بباقة من مستشفى الزهرة. نعم. بدبي، هذه يسمونها باقة الـ VIP. يا سلام، فيها مجموعة فحوصات جميلة إن شاء الله، يعني قيمتها 1000 درهم هذه الباقة، فبيفوز فيها الفائز الثاني معانا. طبعا الجوائز بيتم تسليمه من خلال تواصله مع مستشفى الزهرة بشكل يعني مباشر، نحن نوصلهم بمستشفى الزهرة إن شاء الله. إنزين. طيب اللهم صل على محمد. الاسم الثلاثي مع الإجابة. مع الإجابة. أوكي، الاسم الثلاثي مع الإجابة، ما في داعي تحطون أرقامكم لأن أرقامكم تطلع، بس إذا بتوفر علينا وقت وجهد ممكن لك تحط رقم تليفونك أو تحطين رقم تليفونك. زين، قبل نأخذ دراستنا خلينا بس نأخذ جولة سريعة. بعد عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة أنشطة ومجموعة مبادرات ومجموعة يعني برامج جميلة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي، وأيضا مسابقات. صحيح. فخلينا ناخذ نتعرف على هذا الموضوع معنا الزميلة أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل المستمعين أخوي محمود دكتور ندى. حياك الله يا أسماء. ما شاء الله عطلة نهاية الأسبوع كانت حافلة في قنوات التواصل الاجتماعي. نحب ننوه للجميع أن نحن قاعدين نحط نصائح توعوية كثيرة للمجتمع تسهل عليهم الصيام. صحيح. تعطيهم بعض الأسباب، في بعض الأشخاص يسألون يعني ليش أنا أتعب وقت الصيام، ليش أصدع، ليش تجيني حموضة، هاي كل الأشياء نجاوب عليها من خلال النشرات اللي نحن نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة فينا. صحيح. نحب نقول إن نحن عندنا مسابقتين إنستغرام غير مسابقتكم. في مسابقة تكون في الفيلر اللي ينزل كل يوم الساعة 9 مساء، في فيلر نفس اللي نحط في التلفزيون صحة وسعادة. نعم. في سؤال يتم إجابة عليه ونعلن عن الفائزين كل يوم الساعة 1. المسابقة الثانية راح نطلقها اليوم وهي اسمها طبختنا عليك، راح نحط مجموعة مقادير ويوم السبت القادم بنعلن عن الفائز. فهي مسابقة أسبوعية، هدايا مقدمة من شركة مولينكس وأيضا تيفال.
أنا بشارك ما دام مولي لك ستيفال أنا بشارك. وصراحة الجوائز وايد كبيرة، فنحن نحب نقول حق الناس إن تابعونا اليوم راح تنزل مسابقة خلال اليوم. جميل. غير هذا نحن ما زلنا نحط نصائحنا التوعوية وأيضا رسائلنا الصباحية اللي تعودنا الجمهور عليها. فرسالتنا اليوم تقول، طلعت رسالتنا اليوم خصص 10 دقائق في بداية يومك لكتابة وتحديد المهام والأولويات. احرص على إنجازها، فوقت العمل في شهر رمضان قصير، كن حريصا على تنظيم وقتك لتنجز أكثر. وقت الدوام نسرة 5 ساعات، حاولوا ترتبون وقتكم، ما في مجال واحد الحين خلاص ما في أكل ما في سوالف، وفي ركزوا خلصوا ولا تلتهم بالتليفون. صحيح صحيح يا أسماء، شاكرين لك. شكرا لك، نهارك سعيد يا أسماء. طيب نعيد السؤال، سؤال الحلقة يقول: قناة تتلقى الشكاوى والاستفسارات المتعاملين من المرضى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية في دبي. هذه يعني القناة هي تابعة لهيئة الصحة بدبي. هل هي نظام اسأل دبي الإلكتروني، قناة وصل صوتك، ولا نظام سلام الإلكتروني؟ هذا هو نظام، يعني نظام الشكاوى والاقتراحات. صحيح. إنزين، ورقمه 800342 800 DHA. محمود غششتم الجواب خلاص. إنزين، ف يعني نساعدكم. لأن أشوف كثير إجابات غلط كانت تتينا على 4006 مع الاسم الثلاثي. بس أنا مثل ما قالت أسماء، تخطيط الأسبوع قبل ما أطلع الفاصل، أدري تتري الفاصل محمود، تخطيط يومكم عشان نستغل الوقت صح. بس نحط من ضمن تخطيط أسبوعنا في رمضان اللي هو صلاة الرحم. بس أأكد على صلاة الرحم، الناس تنشغل بين الفطور بين الدوام وتحضير الفطور والسحور، صلاة الرحم نشدد عليه ولو بالتليفون، ولو نزور بعد يكون أفضل. لا لا لا، حين التليفون ليش بعد؟ يعني أنا أعطي من أسهل شيء، لين يعني حتى لو بالتليفون مرتين في الأسبوع ومرة في الويكند زوروهم أو خلال أيام الدوام لو في مجال يعني. إنزين، أيضا نذكركم بأرقام التواصل معنا على 4006. نعم، 4006 للإجابة على السؤال اللي طرحناه. أذكر الإجابة، لا تكتب يا جماعة الخير، الله يخليكم، الجواب الأول، الجواب الثاني، الجواب الثالث، أنا يمكن أغير في الخيارات. صح، اكتب صح. اسم ال- ال- الإجابة، اكتب الجواب نفسه يعني. اسأل دبي، وصل صوتك، سلامة. نعم، أوكي، يعني بسيط، أسأل عن شي شوفي. ومحمود غششكم نص الإجابة أصلا. إنزين، فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل ما خبركم عنها مع سؤال حلقتنا اليوم. شو السؤال يقول دكتورة؟ السؤال يقول: قناة تتلقى شكاوي واستفسارات المتعاملين من المرضى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية بدبي، شو اسم هالقناة؟ اسأل نظام اسأل دبي الإلكتروني، قناة وصل صوتك، أو نظام سلام الإلكتروني على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. وعشان تتواصلوا مع البرنامج على 600551414. إذن الفائز معانا، أنا مسحب على 2، الأول بيكون فائز ب500 درهم، الثاني بيفوز معانا في باقة الفي آي بي للفحوص مقدمة من مستشفى الزهراء بدبي إن شاء الله. أنا أبغي أشيل إجابة وما نخلي إجابتي، ما نشيل اسأل دبي الإلكتروني، ما نخلي قناة وصل صوتك ونظام سلامة. جميل. اختاروا ما بين هذين الإجابتين. طبعا على الأرقام اللي ذكرتها الدكتورة، مركز سعادة كبار السن التابع لهيئة الصحة بدبي. زين، ومركز سعادة كبار السن كان اسمه، شو كان اسمه؟ نسيتي؟ كان اسمه ملتقى الأسرة، وتم تغييره إلى مركز سعادة كبار السن التابع لهيئة الصحة بدبي. هذا المركز يحرص على تنظيم حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز التواصل والألفة والمحبة ما بين مقيمي المركز وأفراد المجتمع، وأيضا يسعى لتحقيق المعاني السامية في الترابط والتكاتف الاجتماعي اللي يعني تزيد في هذا الشهر الفضيل.
صحيح. بنتعرف على فعاليات مركز سعادة كبار السن وشو الفعاليات اللي بيقيمونها إن شاء الله خلال الشهر الكريم. يسرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الدكتورة سلوى السويدي مديرة المركز. صباحك ورد دكتورة وكل عام وانتي بخير. صباح النور وانتو بخير الصحة وسعادة. قبل ملتقى الأسرة شو كان اسمه؟ لحظة الدكتورة سلوى يلا قولي شو كان اسمه قبل؟ ما تعرفين؟ ما أذكر. 57 سنة في الهيئة. في الهيئة ما أعرف لا. ما هو عشان 57 سنة كبرت خلاص نسيت. قلنا محمود. لا الدكتورة بتقولت. كان اسمه مركز الشواب. كان اسمه استراحة الشواب. طيب جميل الاسم. ملتقى الأسرة وحاليا مركز سعادة كبار السن. ليش سميته سعادة كبار السن؟ لأن اترفلكت أو يعكس الحالة اللي يعيشون فيها شبابنا في هذا المركز. يعكس مدى رضاهم وسعادتهم. في آخر سنتين كانت نسبة رضا وسعادة وثقة المتعاملين عندنا 100%. يعكس توجه المركز إلى تعزيز السعادة في هالمرحلة مرحلة الشيخوخة. شيء جدا مهم وجدا هلفي جدا صحي أن الواحد صحيح. لما يكون في مرحلة شيخوخة يكون راضي وسعيد. صحيح. فالاسم يعكس توجه المركز ويعكس حالة المركز أصلا وحالة كبار السن الموجودين في المركز. صحيح. ويعكس توجه الحكومة طبعا إلى تعزيز سعادة المواطنين. عندنا السعادة جزء أساسي من توجه الحكومة. عندنا وزيرة للسعادة. عندنا برامج صحيح. للسعادة. فحبينا أن المركز بعد يعكس ويمشي ويتماشى مع في رمضان. أنتم قاعدين تحطون فعاليات أكثر لتحقيق هذه السعادة. أعطينا فكرة عن فعاليات المركز في شهر رمضان وأوقات هذه الفعاليات. أوكي. طبعا المركز يقيم للسنة الخامسة على التوالي ملتقى رمضاني تحت عنوان نسعد ببركم. الهدف منا هو طبعا مرة ثانية نرجع نقول لسعادة كبار السن ودمج كبار السن بالمجتمع بشكل إيجابي وتحقيق التواصل والألفة والمحبة اللي المفروض أنها تزيد في هذا الشهر الكريم. إحنا لاحظنا على مدى السنوات اللي فاتت أن في زوار وفي ناس سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد أو متطوعين يحبون شهر رمضان بالذات وخاصة يعني فترة ما بعد التراويح أنهم يسألون هل ممكن نمر على الشواب، هل ممكن نحن نشوفهم قبل العيد، أن احنا نعايدهم مثلا نعطيهم هدايا بمناسبة العيد. يعني إقامة الملتقى الرمضاني يعطي فرصة للناس اللي حابة أنها تتواصل مع كبار السن في وقت فعلا التواصل فيه مهم. صحيح. يعني هاي الفترة اللي هي ما بعد التراويح تلقى الناس تتزاور فيما بينهم. الأولى أن الناس تزور كبار السن لأنهم ناس أحوج بهذه الزيارة. صحيح صحيح. دكتورة سلوى خلال هالفعالية اللي بتسوونها هل بيكون في محاضرات معينة؟ نشاطات معينة موجودة؟ طبعا الملتقى الرمضاني هذا اللي هو اللي خامس سنة راح يكون طبعا يبدأ من بعد التراويح يعني تقريبا من الساعة 9 لغاية الساعة 12 في الليل في مركز سعادة كبار السن في الصالة الرئيسية. راح يكون في محاضرات دينية بشكل يومي من 1 رمضان إلى 20 رمضان لأن في العشر الأواخر صعب أن احنا نحصل مشايخ يعطون محاضرات عشان قيام الليل. ففي محاضرات دينية بشكل يومي فيما عدا العطلة نهاية الأسبوع ما راح يكون في يعني من الأحد للخميس من 1 رمضان إلى 20 رمضان في محاضرات يومية بعد صلاة التراويح. في محاضرتين للقسم التغذية السريرية عن كيفية الاستعداد لرمضان، الأكل الصحي، الفطور الصحي، مرضى السكري كيف ممكن ينظمون أكلهم في رمضان. ممتاز. في محاضرات طبية محاضرتين راح يتم تحديد مواضيعهم خلال هذا الشهر. وفي محاضرات من قسم العلاج الطبيعي عن أهمية الحركة والرياضة في شهر رمضان. ممتاز. طبعا في على حسب الأفيلابيليتي أوف ذا ستاف راح يكون في علاج طبيعي في بعض الأيام في فترة ما بعد الإفطار راح يكون في علاج طبيعي. وفي طبعا ضيافة يومية لكافة مرتادي المركز من المراجعين الخارجيين ومن المقيمين. ممتاز. وطبعا في عدد كبير من الإفطارات الجماعية سواء كانت داخل المركز أو خارج المركز مثل ما قلت في جهات ومؤسسات بتريّ هذا الشهر عشان
في مثلا مجموعات تطوعية يجون بروحهم يبون أكلهم وفطورهم ويفطرون مع الشباب. أذكر جمارك دبي عندهم فريق غياث التطوعي العام يو يابوا فطورهم وما شاء الله عليهم كانوا إكسلنت كلهم شباب متطوعين من جمارك دبي. إن شاء الله راح يكونوا معنا على الخميس هذا تاريخ 24. ممتاز. فهذه دعوة للناس اللي أظنت حابة أنها تشارك الشواب هالفعالية الجميلة في خلال الشهر الفضيل. نحن موجودين بشكل يومي من الساعة 9 لغاية الساعة 12 في مركز سعادة كبار السن. ممتاز. دكتورة سلوى تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي قدمها مركز سعادة كبار السن. طبعا مركز سعادة مركز سعادة كبار السن في مرضى مقيمين اللي هو يعني هو يعتبر دار إقامة دار رعاية تمريضية للمرضى المقيمين وهي بنوعين الإقامة الدائمة هي للمرضى اللي ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى وإقامة مؤقتة للمرضى اللي عندهم أقارب لكن مثلا الأهل بيسافرون لفترة معينة فممكن يدخلون المريض أو مثلا بيسوون صيانة حق بيته أو لأي غرض من أي سبب ثاني ممكن يدخل المريض عندنا لفترة ما تتجاوز الشهرين. عندنا طبعا المركز أيضا يعتبر نادي نهاري أو daycare center نادي رعاية نهاري يقدم رعاية نهارية للout patients أو للمراجعين الخارجيين. وأهم الخدمات طبعا هي الخدمات الطبية، الخدمات التمريضية، النظافة الشخصية، خدمات التغذية، الخدمات الاجتماعية rehabilitation أو إعادة التأهيل، الخدمات الترفيهية. المتميز في المركز أنه يقدم نوعين من الخدمات، الخدمات الطبية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية كلها في تحت سقف واحد. ممتاز. دكتورة سلوى في دعوة أو كلمة أخيرة حابة توجهينها لمستمعين مثل حابة ناس تطوع أو تشارك شواف هالفعاليات؟ طبعا الحين الطلاب في الجامعات والمدارس طلبوا منهم ساعات تطوعية، كانوا طول السنة يقولوا لنا هل في مجال نحن نيل عصر احنا في الأيام العادية. طبعا نحب ان المتطوع يكون يعني يكون موجود في الفترة اللي احنا نكون موجودين فيها حماية للمسن وحماية للمتطوع علشان يتم إرشاده وتوجيهها. رمضان فترة مناسبة للمتطوعين اللي هم الطلاب اللي ما عندهم وقت انهم يجون الصبح ممكن يجون المساء ممكن نحسب لهم ساعات تطوعية. جميل ممتاز. فهاي فرصة لهم لأن في عدد كبير منهم كانوا يقولون لي دكتورة هل في مجال لي في الويكند أو لي المساء. ففي رمضان حياهم الله موجودين شوابنا مثل ما قلت من الساعة 9 لغاية الساعة 12 في الليل. طيب أنا دكتورة قبل لا أختم بعد معك يعني أبغي يعني شوية سؤال بعيد أو يمكن بعيد قريب من الحدث نفسه. الواحد لما بيتطوع وبيجي من نفسه يحاول يقعد مع الشواب يعني في بعض المشاعر بعض الأشياء بعض يعني التصرفات اللي الواحد لازم ينتبه لها وهو يتعامل مع الشواب، هذه اللي نبغي نحن نوصلها للمجتمع. مسألة أنك أنت كيف تأتي وتقعد مع هؤلاء الناس إنزين وتكون يعني ما أبغى أقول يعني تكون مؤدب معاهم. فهم عليك. علشان كذي أنا شو قلت إحنا عادة أن نحب أن المتطوع يكون موجود في الفترة اللي الإدارة موجودة علشان إحنا نشوف المتطوع هذا. كلامك 100% صحيح. إحنا يهمنا إن المتطوع يستفيد والشخص كبير السن أيضا يستفيد. يهمنا جدا إن إحنا نوجه المتطوعين نقول له مثلا هذا الشريزة يحب إنه هو يتكلم عن نفسه ويتكلم عن ماضي ويتكلم عن ذكرياته. عطى التايم إنه هو يتكلم، عطى المجال إنه هو يتكلم، هي والبي very happy راح يستانس. في شيء ثاني ممكن ما يحب انه هو يتكلم فما نبغى المتطوع انه هو يتم يرص عليه انه لا لازم يبغي يتكلم. صحيح. في نفس الوقت عندنا مرضى عندهم خرف والخرف ممكن يسبب لهم بعض السلوكيات اللي هي ممكن المتطوع يستغرب منها. فهي هالامور كلها احنا نوجه المسن ونقول له يلس معمله بلس ان احنا يعني احنا وايد فلكسبل مع المتطوعين. انا ما ابغى من المتطوع مثلا ما افرض على المتطوع شيء انه هو يسويه. لو كان المتطوع عنده هوايه معينه مثلا المتطوع يحب يرسم بنقول له يجيب عده الرسم وارسم مع الشواب وخلهم يشاركونك. صحيح. لو واحد منهم يحب انه يغني او يعزف ممكن نقول نخليه يسوي الشيء اللي يحبه
طالما أن هذا الشيء ممكن يسبب سعادة لكبار السن. لو واحد يحب يقرأ أو يحب مثلا يقرأ قصص لغيره أو يتكلم أو يحفظهم قرآن، بعد المجال مفتوح. فإحنا فلكسبل طول ما أن المتطوع قاعد يفيد كبير السن، وفي نفس الوقت أكيد يعني 100% كل المتطوعين يستفيدون من مجرد وجودهم في هذا المركز وتعاملهم مع كبار السن، يطلعهم بإكسبيرينس بخبرة، وهالخبرة تتراكم مع الوقت. هذا الشيء لاحظناه حتى مع الأطفال الصغار اللي يجون المركز أول مرة، تلقاهم ما يعرفون يتكلمون ويا الشواب، ما يعرفون يسلمون عليهم. بعد فترة تلقى لما هذيل الطلاب استمروا أنهم يجون، تلقى الولد صار غير، صار عارف كيف يحبهم على راسهم، كيف يوجبهم، كيف يحترمهم. هالأمور كلها تحس الكاركتر مال الطفل ابتدى يتغير. صحيح. أنا هذا الشيء حتى لاحظته مع عيالي أنا شخصيا، من لما صرت أجيبهم المركز وصاروا يتعاملون مع كبار السن حسيتهم ما شاء الله كبروا، صاروا ماتشور. صحيح. لأنهم تعلموا. طبعا تجربة تثقل شخصيتهم أكيد. أكيد. أنا شاكلس دكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار السن، هالمداخلة الجميلة، ونقي تحيات البرنامج لشوابنا، وكل عام هم بخير وانت بخير وصحة وسعادة. إذا نذكر بسؤال حلقتنا اليوم، سؤال يقول: قناة تتلقى شكاوي واستفسارات المتعاملين من المرضى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية بدبي. كان في 3 أجوبة، احنا شطبنا جواب واحد، فحين عندكم واحد من جوابين: يا قناة وصل صوتك، يا نظام سلامة الإلكتروني على 4006 مع أرقامكم الثلاثية. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. يعني أقل من 10 دقائق نستقبل فيها إجاباتكم على سؤال الحلقة اللي المسابقة طبعا هذه مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي. سؤال حلقتنا يقول سؤالنا: قناة تتلقى شكاوي واستفسارات المتعاملين من المرضى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية بدبي. وصل صوتك أو نظام سلامة الإلكتروني؟ قناة وصل صوتك ولا نظام سلامة الإلكتروني على 4006. في ما نسحب على 2 فايزين معانا، بيكون الأول فايز ب500 درهم، والثاني بيكون فايز بباقة VIP للفحوصات الطبية بمستشفى الزهرة، قيمة هذه الباقة 1000 درهم. شو بغيت أقول؟ الاسم الثلاثي. نعم. والإجابة. الإجابة. تقول الرقم. واحد يعني حد اثنين. حد يطرش لي اسمه من غير الإجابة، هذا بعد ما بيفوز معانا. إنزين. عندي بنتي أذتني بالأكل النباتي، شو الحل؟ وأنا أصلاً خايف على صحتها لأنها ما تأكل لحوم ولا حتى أسماك. طيب، بما أن أنت طرشت لنا هذا السؤال، نحن معانا في الاستوديو أخصائية التغذية سهى نوفل. أول شيء صبحت الله بالخير وكل عام وانتي طيبة. وانتو بخير وصحة وسلام إن شاء الله. نحن اليوم موضوعنا الرئيسي ما نتكلم عن الأفطار والسحور الصحي، وأيضا العناصر الغذائية اللي لازم تتوفر في الوجبات الصحية خلال شهر رمضان المبارك لطلبة المدارس أثناء الامتحانات وأثناء الدراسة. لكن بما أن بدينا بهذا السؤال، يعني شو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ يقول بنتي بس تأكل أكل نباتي. هلا بالنسبه للنباتيين او البنت بتركز على الاشياء النباتيه، ان احنا اهم شيء بالنسبه للمصادر الحيوانيه انه بنحصل منها على البروتين الحيواني وبقيه العناصر الاخرى. لكن اذا ركز مع بنته على البقوليات ممكن تمده بهذه البروتينات. عندنا البيض، الالبان، الحليب ومشتقاته، كلها هاي كمان ممكن تعوض. لكن مع حرصه على التنويع في كافه مصادر كمان الخضار والفواكه والمصادر النباتية الأخرى اللي ممكن تعوض له على اللحوم أو الأسماك. صحيح. فهذه إن شاء الله نطمن الأخ صاحب السؤال إنه ممكن تحصل على البروتينات من مصادرها النباتية حتى لو ما تأكل لحوم وأسماك. يعني بالضبط. أنا أتمنى استوي في يوم من الأيام نباتي. في وايد نباتية حين محمود، كثير من الأبهات يجون العيادة بناتهم نباتيات. بس الحياة صعبة، كنت في الهند 4-5 أيام ما شيء لحم.
هناك ما يذبحون طبعا الأبقار، ما شيء لحم، بس يتفننون بالأكل النباتي يعني. ولكن ترى نكون دائما يقولون اللي يتعود على اللحوم صعب انه هو يوقف وينتقل على الخضروات. هو مهم الانسان دائما يكون ينوع في كل مصادر صحيح. الغذاء، عشان لانه ما في شيء الا في من وراه فائده و يعني واشياء حيحصلها مش موجوده ممكن تكون في اشياء اخرى. صحيح. استاذ سهاب، بما احنا نتكلم عن التغذيه، طبعا هالفتره مثل ما تذكرت قبل ما نطلع على الهواء فتره امتحانات ومدارس، ولما دائما عندهم هاجس انه كيف الاكل الصحي بالنسبه للطالب اللي عنده امتحانات وصايم في نفس الوقت. بالضبط، هلا يعني اغلب الطلاب متوجهين لامتحانات في هذا اليوم، نتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله والنجاح إن شاء الله. وربنا ما يضيع لهم تعب. فلو بدنا نبدأ بالنسبة لطلاب المدارس في رمضان وتغذيتهم خاصة بهاي الفترة، فترة الامتحانات، لو بدأنا من الفطور من وقت ما يأذن الأذان، في كتير من الشباب خاصة بيقدم على الوجبة وبيبلش يأكل فيها بسرعة مثلا، صحيح، أو بيبدأ عشان بيعطشوا خلال فترة النهار فترة طويلة، بيبلشوا بتناول كمية كبيرة من الماء. طبعا تناول كمية كبيرة من الماء عند الإفطار هذا ممكن أدي فيما بعد لتلبك معوي ويضرهم. نعم. فالمفروض يبدأ بتمرات ثلاث حبات من التمر أو الرطب، لأن هاي رح تعطيه كمية كافية من الفوسفور، من السكريات البسيطة اللي بيكون جسمه قد فقد قدر كبير من الطاقة خلال فترة الصيام، تعطيه حديد، فهاي أول دافع له. تناول كمية الماء بتكون على دفعات، ضروري جدا جدا نركز على الماء. هلا هم صايمين طالعين على المدارس، فوضع طبيعي انهم بيفقدوا الماء، بيفقدوا املاح مع هاي الماء. الاملاح اللي بيفقدوها ضروريه للتركيز، ضروريه للعضلات. فالمفروض الام تركز كتير على انه ابنها يتناول كميه الماء الكافيه اللي هي من 2 عفوا 2 الى 3 لتر. يتناول كمية كافية من الماء خلال ما بين الأذان إلى وقت السحور. صحيح. لأنه الماء برضو بيزيد من التركيز. صحيح. بيساعد على الهضم، بيمنع التلبك المعوي. هلأ الأكل بشكل بطيء وعلى دفعات زي ما حكينا، مش بكميات كبيرة. لما الأم تحضر وجبة الفطور خلال هاي الفترة تحديدا، هو بشكل عام المفروض تكون قليلة الدهون، لكن هاي الفترة كمان نركز على تجنب المقالي، لأنها بتساعد على عمل تخمة بعد الأكل. صح. تعمل عسر في الهضم. صحيح. تتذكر بعد، فلو الطالب ما يرم يركز يذاكر يعني عقب الفطور، ما هي بتشعر بالامتلاء، فبعدين بصير عنده كسل وخمول. صحيح. حتى بعض الأصناف الطعام اللي هي مثل البقوليات، مثل البصل، عند بعض الناس بتعمل انتفاخ وغازات. صحيح. الانتفاخ والغازات هذا برضو بيعطي شعور بالامتلاء وتعب بعدين، فممكن الأم إذا عارفة أنه أولادها بيعانوا من هاي المشكلة إنها تحاول تخفف منهم خاصة بفترة الامتحانات. صحيح. الحين هذا الفطور، الحين الوجبة المهمة أيضا قبل ما يتوجه الصبح للامتحان، هلأ خلال هاي الفترة ما بين الفطور والسحور برضو بدنا نركز على بعض الأشياء. نحاول ما يتناول الطفل أو المراهق كمية من الفاست فود، ولك ساعة 10-11 والله هو جاع بيروح يجيب فاست فود، طب ما هي الفاست فود برضو مليئة بالدهون، أنت حتتعب بعديها، حيصير عندك خمول. لا، حاول يتناول مجموعة من الفواكه، الفواكه اللي حتعطيه مضادات أكسدة، مضادات الأكسدة بتنشط الذاكرة وبتنشط الحفظ. الأم تركز على إنها تعطيه حفنة أو صحن صغير من المكسرات زي الجوز، عين الجمل، اللوز، البندق، هاي فيها أوميجا 3، فيها بي 6، فيتامينات بي 6. نعم. كلها بتحفز على زيادة الذاكرة، تنشيط الذاكرة، بعدين ما بتعطي شعور إنه يتعب، تتعب معدته. صحيح. الناس اللي متعودة تشرب الكافيين اللي هو مثلا سواء قهوة، مشروبات الطاقة، في هاي الفترة كمان نحاول قدر المستطاع نخفف منها. اللي كتير بيشربوها مثلا نخفف بدل 4-2، هاي أشياء بتخليهم لأنها تساعد على فقد السوائل، بعدين بتعطي شعور بالتنبيه أو التنشيط خلال هاي الفترة، فترة بسيطة بعدها بصير رد عكسي، تنكيس. صحيح. فبن الطالب يضل متنشط طول هاي الفترة. صحيح. فلما يجي على وجبة السحور زي ما هو معروف قدر المستطاع تأخير وجبة السحور عشان يتجنب الشعور بالجوع خلال فترة النهار. صحيح. قد ما كان السحور متأخر كل ما كان أفضل. وجبة السحور تحتوي على كمية من البروتين كمان عشان ما يجوع الطالب بعد هيك، بعدين البروتين مهم لأنه بيعطيك إيش، بيقوي لك من كرات الدم الحمراء. صحيح. اللي خاصة البروتين الحيواني لما يقوي كرات الدم الحمراء هاي برضو مهمة جدا في إيش، في إنها تزيد من تنشيط الذاكرة والتركيز. فوجبة السحور بتكون منوعة، فيها بروتين، فيها كمية كويسة من الخضار والفواكه، نتجنب فيها الكافيين. صحيح. جميل. طيب أنا بركز على موضوع النوم بما أنك ذكرتي عند الطلاب، ولكن خليني بس
يعني أوقف استقبال الإجابة على سؤال مسابقتنا اللي بما أنه خلاص باقي خمس دقائق نعطي فرصة لإسراء تختار لنا اسم الفائز. انزين معانا قناة تتلقى الشكاوى والاستفسارات المتعاملين من المرضى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية، هل هي قناة وصل صوتك ولا نظام سلامة؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي قناة وصل صوتك. أنا استغربت أن الناس ما بعارفين هذه القناة، أنا عندي مشكلة عيل في عملية الترويج لهذه القناة. مستمعينا قناة وصل صوتك يعملون فيها الإخوان هناك لاستقبال آراءكم ملاحظاتكم شكاويكم، وأيضا يتعاونون حتى معانا في هذا البرنامج. إسراء شوفي لنا الفائزين الاثنين، نذكر أساميهم. يعني الفائز الأول بيكون بخمسمية درهم والفائز الثاني بألف درهم عبر باقة الفي آي بي المقدمة من مستشفى الزهراء بدبي. النوم عند الأطفال اختي سهى، فرمضان عند الكبار يتخربط النوم، فما بالك عند الصغارية؟ مزبوط مزبوط، احنا بدنا نحاول قدر المستطاع خاصة بهاي الفترة، خاصة فترة انهم لسه عم بيروحوا على المدارس، يعني شهر رمضان كله دوام مدارس تقريبا وبتخلى لها امتحانات، فإذا ما حصل الطفل على القدر الكافي من النوم ما رح يقدر يجاوب بالامتحان صحيح، أو حيقل تركيزه على الأقل، حيواجه صعوبة. فضروري أول شيء بعد ما يروح من المدرسة ضروري يعمل قيلولة، حتى لو الأم مش متعودة يخلي الطفل ينام، ضروري بهاي الفترة خليه ينام. أول شيء هو جاي من حار صايم تعبان، لما ينام قدر كويس بيصحى شوي مرتاح، بيقدر شوي يدرس. بالليل مش ضروري يسهر كتير، خلص 10-11 خلينا نحكي الماكسيمم 11 انه يكون نايم عشان يقدر يصحى ياكل، يصحى السحور. أيوة يصحى السحور اخر نص ساعة على الاقل، لو ساعة 3:30 يتسحر شوي بعدها يرجع ينام. اما الكبار شوي لا، ممكن اللي هي بتكون افضل فترة لدراستهم بعد السحور. بالنسبة للمراهقين لا، ممكن بعد السحور يقعد فترة يدرس لأنه بكون جسمه لسه متنشط، كل شيء عنده بعد ما أكل وشابع نوم، فيكون مراجعة الأخيرة، بيقدر يراجع المراجعة الأخيرة، مخه مفتح زي ما بيحكوا. فبهاي الفترة أفضل فترة للدراسة اللي هي حتكون ما بعد السحور أو بعد ما يصحى من القيلولة. ممتاز، فهاي بس رسالة للتلاميذ طلاب المدارس، أو شاء الله يوفقكم. ثاني شيء ما في دراسة آخر دقيقة قبل دخلت الامتحان، هاي مراجعة سريعة الصبح، مراجعة تمر مرور كرام عشان ما تتوتر. بالزبط. تخلي شيء ذاكرة آخر دقيقة يسوي توتر، ينسيك اللي أنت حافظنه من قبل. والله أي نسي، والله خليه سايرين يلعبون كورة، هم عندهم بطولات رمضانية وهذا، وين فاضين حق الدراسة؟ بس لازم يدرس. لازم. لا الأمهات الحين يزعلون على محمود. إنزين. لا 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 لا، أتكلم من وحي. لا يقول ذاكروا، محمود يقول ذاكروا ولعبوا رياضة، يعني الرياضة زينة يعني. للعقل يعني. عموما إحنا شاكرين لك سادة سهى. يعني هذه المداخلات وهذه المعلومات القيمة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. نسحب على الفائزين. معانا الفائز أو الفائزة بخمسمية درهم، جميلة عيسى علي أحمد الفرج. جميلة عيسى فايزة معانا ب 500 درهم. الفايز بالباقة اللي قيمتها 1000 درهم مقدمة من مستشفى الزهرة، باقة صحية، حارب سهيل الكعبي. ألف مبروك حارب سهيل الكعبي. إذن جميلة عيسى وحارب الكعبي هم الفائزين معانا في سؤال مسابقتنا، اللي هي القناة التي تتلقى شكاوى واستفسارات المتعاملين هي قناة وصل صوتك، ورقمهم 800-342 800-DHA. طيب شكرا لك إسراء الهاشمي كانت معنا في التنسيق، شكرا لأستاذ حسني البلاونة في الإعداد، شكرا لك يا أيمن سرحيل، كل الشكر لك دكتورة ندى، وإن شاء الله باكر بإذن الله يعني ما نلتقي معكم في حلقة جديدة. سامحونا نحن عادة نركض بالبرنامج لأن في إعلانات فلوس قاعدة تدخل، الله يزيدهم يعني إن شاء الله. إنزين هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.